مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل نجدد لكم التحية، وها هي انطلاقتنا هنا لشوطنا الثاني عشر. تمت بعون من الله تعالى وتوفيقه شوطنا الثاني عشر والخاص بالزمول المهجنات الأصايل بشعارات أبناء القبائل على أرضية هذا الميدان في هذه الانطلاقات الصباحية والتحديات الجميلة التي نتابعها في مسيرة هذا الصباح مع أبناء القبائل. آخر أشواطنا المفتوحة ومن بعد هذا الشوط سوف ننطلق مع أشواط الإنتاج والمنتجين. نتابع هنا الانطلاق، نتابع الصدارة والمقدمة، الشباب من ينطلق على صدارة هذا الشوط هنا بانطلاقة سالم بن محمد بن حمد بن قطامي العامري على الصدارة وعلى المقدمة، بينما المركز الثاني يأتي الشامخ هنا خلفان بن بخيت بن فطيس المنصوري، ومن الجانب الآخر هناك الانطلاق والتحدي من قبل هنا الهرش العلي بن سعيد بن مبارك الزرعي من يقدم على المركز الثالث والمركز الرابع. المركز الرابع هنا المنطلق بهذه الانطلاقة مبلش عبد الله بن جبر بن عبد الله المخضوبية الهاجري من يأتينا بهذه الانطلاقة والأداء هنا الجميل على المركز هنا الرابع والمركز الخامس. المركز الخامس ريض ينطلق لسالم بن مصر بالقبعة المنصوري مع ريض على خامس المراكز، والمركز السادس مبشر هنا من ينطلق بهذه الانطلاقة لراشد بن سالم بن الضعيف بن غدير الكتبي من يأتينا على المركز السادس. المركز السابع، المركز السابع والمنطلق على سابع المراكز بهذه اللحظات وبهذه الانطلاقة شاهين مظفر بن محمد بن خموشة العامري، ومن الجانب الآخر البدع عبد الله بن سعيد بن معيضد النيادي من يأتينا ثامنا، بينما المركز التاسع أبو الأبيض السيف بن علي بن راشد بن كليب لقتبي منطلقا بهذه التحديات على تاسع المراكز، والمركز العاشر يأتي الغزال حمد بن مبارك بن محمد بن هدفة العامري من يأتينا على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى، ذعناها على حضراتكم هنا بهذه الانطلاقات والتحديات الصباحية وأسامي خلف المراكز العشرة الأولى أيضا قادمة بتحدي، قادمة بالإثارة المتميزة. نعود مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى صدارة هذا الشوط وإلى المقدمة والتغيير الذي طرى وجرى على الصدارة من الهرش، الهرش العلي بن سعيد بن مبارك الزرعي من غير على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط بهذه الانطلاقة. يأتي الشبابي على المركز الثاني، سالم بن محمد بن حمد بن قطامي العامري على المركز الثاني من قدم لنا المشهر أيضا بانطلاقته وتحدياته في أحد الأشواط أيضا الماضية. نتابع المركز الثالث، المركز الثالث الشامخ خلفان بن بخيت بن فطيس المنصوري يأتينا على المركز الثالث. المركز الرابع مبلش عبد الله بن جبر بن عبد الله المخضوبية الهاجري المنطلق على المركز الرابع بهذه الانطلاقة، وعلى المركز الخامس ريض، ريض السالم بن مصر بالقبعة المنصوري من ينطلق مع ريض بهذه الانطلاقات والتحديات الجميلة. على المركز الخامس وسادس مراكزنا يأتينا بهذه الانطلاقة وبهذا الأداء مبشر هنا لراشد بن سالم بن ضعيف بن غنير الكتبي
ينطلق على سادس المراكز والمركز السابع ابو الابيض السيب بن علي بن راشد بن كليب الجتبي وشاهين المظفر بن محمد بن خموشه العامري ياتينا ثامنا وعلى المركز التاسع المركز التاسع والمتسلل المثير لمسعود بن سعيد بن ناصر الزرعي من ياتينا هذه الانطلاقه على تاسع المراكز والمركز العاشر عندك يا بن معيضد هنا من يقدم لنا هذه الانطلاقه البدع عبد الله بن سعيد بن معيضد النيادي من ياتي على المركز العاشر هذه هي النتيجه للمراكز العشره الاولى ذعناها على حضراتكم هنا بانطلاقات وتحديات هذا الصباح المميز الجميل لنا عودة مشاهدينا ومتابعينا الكرام من تتابعوننا عبر دبي ريسنج الناقلة لهذا الحدث المميز الجميل إلى صدارة هذا الشوط مع منتصف المسافة ولوحة الأربعة كيلومترات والانطلاقات والتحديات الجميلة والهرش على الصدارة الهرش على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط هنا بهذه الانطلاقة هنا الهرش بانطلاقة وتحديات علي بن سعيد بن مبارك الزرعي من يقدم الهرش على المركز الأول بينما المركز الثاني الشبابي على المركز الثاني لسالم بن محمد بن حمد بن قطامي العامري من ياتينا على ثاني المراكز والمركز الثالث المركز الثالث الشامخ خلفان بن بخيت بن فطيس المنصوري يقدم بهذه الانطلاقة على ثالث المراكز أما المركز الرابع بس هنا مبلش عبد الله بن جبر بن عبد الله المخضوبية الهاجري المنطلق على المركز الرابع وخامس المراكز ياتينا مبشر هنا لراشد بن سالم بالضعيف بن غني الاجتبي المنطلق على المركز الخامس وسادس المراكز هنا المنطلق هذه اللحظات ابو الابيض ابو الابيض السيب بن علي بن راشد بن كليب الاجتبي وياتينا مثير لمسعود بن سعيد بن ناصر الزرعي هنا من ينطلق بهذه الانطلاقات سابعا المركز الثامن وصل مصيح وصل مصيح لمحمد بن سالم بن مبارك العامري من ياتينا على ثامن المراكز بهذه الانطلاقة وهذا الأداء وتاسع المراكز ريض المنطلق هنا لسالم بن مصر بن قبع المنصوري وعاشر المراكز ياتينا البدع العبد الله بن سعيد بن معيضد النيادي هذه هي النتيجة لمراكزنا الأولى العشرة هنا بعد الثلاثة كيلومترات ما تبقى على نهاية هذا الشوط وبدينا بزاوية الالتفاف الأخير لهذا المضمار هو الصدارة والمقدمة لا زال الهرش على صدارة هذا الشوط وعلى المقدمة وعلى المركز الأول الهرش المنطلق لعلي بن سعيد بن مبارك الزرعي من يقدم الهرش على الصدارة وعلى المقدمة بينما المركز الثاني والمنطلق على المركز الثاني بهذه الانطلاقات الشامخ لغلفان بن بخيت بن فطيس المنصوري من ياتينا هذه الانطلاقة وبهذا الأداء على المركز الثاني أما المركز الثالث والانطلاقات من الشباب لسالم بن محمد بن حمد بن قطامي العامري من ينطلق على المركز الثالث والمركز الرابع والمتسلل هو القادم أبو الأبيض في هذه اللحظات أبو الأبيض هنا لسيف بن علي بن راشد بن كليب الاجتبي من يقدم أبو الأبيض على المركز الرابع المركز الخامس المنطلق مبلش عبد الله بن جبر بن عبد الله المخضوبية الهاجري ومثير من يأتينا هنا على المركز اذا السادس في هذه اللحظات لمسعود بن سعيد بن ناصر الزرعي من يقدم هذه الانطلاقة والأداء
على المركز هنا السادس، المركز السابع مبشر لراشد بن سالم بن الضحية بن غدير لجتبي ومصيح، مصيح القادم محمد بن سالمين بن مبارك العامري من يقدم لنا مصيح هنا ثامنا. وفي المركز التاسع، المركز التاسع ذخر عوض بن الصغير بن قنوم من يرادة لجتبي من يقدم بهذه الانطلاقة وهذا الأداء الجميل هنا على المركز التاسع. المركز العاشر هو القادم شاهين العيسى بن سهيل بن مهنا المحرمي من ياتينا على المركز العاشر. ما شاء الله بدأ التجمع بعد الخط المستقيم، بدأ التجمع هنا مع أيضا الزمول المهجنات الأصايل، أيضا هنا مجموعة متميزة من الزمول، هناك أسامي أيضا قادمة، ولكن الصدارة والمقدمة والمركز الأول والتغيير الذي طرى وجرى هنا من الشامخ خلفان بن بخيت بن فطيس المنصوري من غير على الصدارة على المقدمة، ولكن يأتينا ذخر 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 ذعناه في المركز العاشر يتسلل إلى المركز الثاني وفي طريقة إلى الصدارة. عوض بن الصغير بن قنوم من يراد الاجتبي من غير على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط، قلب موازين هذا الشوط رأس على عقب، انطلق بالصدارة وبالمقدمة وبالمركز الأول، بينما المركز الثاني المركز الثاني بن فطيس مع هنا الشامخ خلفان بن بخيت بن فطيس المنصوري وعلى المركز الثالث ابو الابيض، ولكن ارى مثير لمسعود بن سعيد بن ناصر الزرعي من غير بهذه الانطلاقه والقادم اول نداء الصايل لكاسب بن سالم بن كاسب المسافري هنا القادم مع الصايل هذه اللحظات، والقادم ايضا شاهين عيسى بن سهيل بن مهنا بن نوبي المحرمي. ما شاء الله انطلق عينه على الصداره عينه على المقدمه، ولكن هناك ذخر على الصداره ذخر على المقدمه، وشاهين القادم شاهين 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 يتسلل إلى الصدارة إلى المقدمة. العيسى بن سهيل بن مهنا بن نوبي المحرمي من ينطلق إلى الصدارة ينطلق إلى المقدمة وإلى المركز الأول منفردا بصدارة هذا الشوط وبالمقدمة، انفراد رائع ما شاء الله، انفراد جميل. تهانينا تهانينا والناموس لعيسى بن سهيل بن مهنا بن نوبي المحرمي على فوز شاهين بالمركز الأول. سلام مدينة العين، سلام سلام زاخر سلام على هذا الأداء المميز الجميل، وشكرا يا مهنا أيضا على المتابعة ولحظة الوصول إلى خط النهاية. المركز الثاني الذخر أتانا لعوض بن صغير بن قنوب بن يرادة، أما المركز الثالث فأتانا هنا الصايل كاسب بن سالم بن كاسب المسافري. المركز الرابع مشاهدينا الكرام من وصل بهذه الانطلاقة والأداء هناك الشبابي لسالم بن محمد بن حمد بن قطامي العامري من حل على المركز هنا الرابع، والمركز الخامس مثير لمسعود بن هنا أيضا لمسعود بن سعيد بن ناصر الزرعي. والتوقيت الزمني التوقيت الزمني ولحظة الوصول هنا إلى خط النهاية 13 دقيقة، هنا أيضا 16 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز المميز هنا لأيضا شاهين العيسى بن السيل بن مهنا بن نوبي المحرمي. أما المركز الثاني فكانت انطلاقة ذخر على المركز الثاني لعوض بن الصغير بن قنوب بن يراد الاكتبي في 13 دقيقة 20 ثانية بالوفاء والتمام والكمال. أما المركز الثالث فكان الصايل الكاسب بن سالم بن كاسب المسافري من حل على المركز الثالث بتوقيت زمني مقدارة ولحظة وصوله إلى خط النهاية هنا 13 دقيقة 25 ثانية سبعا من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس، تهانينا للجميع.